خلاص هاجي هنا واعمل انت ريكويست نمبر اول مره بيساوي صفر صح عشان ما شغلش اللوجن اول مره غير لما هو يحب يشغلها صح ولا لا ماشي حلو بعد كده عايز اعمل ايه دلوقتي عايز اشغل الكود بتاعي انادي على اللوجن صح قلت له ممبر او اعرف الاول سترينج متغير سميناه يوزر وده هيجي من الريكوست اللي جاي لي صح ريكوست دوت جيت بارامتر اللي اسمه ايه قلت له مش فاكر واحد تاني الباسورد اسمه ايه مش فاكر بروح على الصفحه بتاعتي اسمك ايه اقف عليه وادوس كنترول شيفت اي اسمه انبوت تكست واحد لا ما ينفعناش الاسم ده اسميه يوزر تكست في الاي دي وفي النيم هما الاثنين واحد خلاص دي تعمل برمجيا بتعمل مع مين هو خلينا شغالين مع الاي دي رايح دماغك خليك مع الاي دي بس هو المفروض نشتغل مع النيم عادي برضه هي نفس الفكره يعني هما الاثنين واحد راح فين انا بس بشد كده فبيحصل معلش انا افضل اكتب من هنا على طول كان اسمه انبوت تكست واحد كان اسمه انبوت تكست واحد صح؟ قلت له لا سميه ايه؟ يوزر تكست والنيم يوزر تكست ودوا بتاع الباص تكست وده الباص تكست صح كده؟ بس نرجع بقى للكود بتاعنا بعد ما عرفنا ده اسمه يوزر تكست وده باص تكست اقدر ارجع لاول الكود بتاعي خالص فوق اقول له اليوزر يجيب من يوزر تكست ده يجيب من باص تكست صح كده؟ وبعدين اقوم قايل له يا ممبر دوت لوجن قال لي ابعت لي مين؟ اثنين اليوزر والباص قلت له اليوزر هو المتغير اللي اسمه يوزر الباص هو المتغير اللي اسمه ايه؟ باص قال لي انا هرجع لك بوليان يشيل لي كلمه ترو كلمه ايه؟ فولس طب والله احنا هترجع لي بوليان ممكن اقدر اعمل كده وما قال اف اللوجن ولوجن عارفينها بترجع ترو ترجع ايه؟ فولس وعرف متغير فوق اسمه مسج سترينج متغير سترينج اسميه مسج اوله فاضي صح؟ واجي هنا واقول له ساعتها المسج بتساوي لو اليوزر عمل ترو لو عمل ترو يبقى في فكر مختلف على فكره هخفي بقى اللوجن دي خالص واطلع حاجات ثانيه مش وقت مش وقت دلوقتي بس اطلع رساله اقول له انت دخلت صح او ما دخلتش بس مؤقتا يعني ايه واحده واحده في الحاله دي اقول له ايه؟ لوجن خلاص إلس يبقى الرسالة هتطلع تقول له ايه؟ يوزر الباس انكوريكت اليوزر نيم او الباسورد غلط صح كده؟ ده الكود بتاعنا بسيط جدا وواضح جدا ومفيش اي مشكلة عرفت تغير اسم اليوزر خد البارامتر وعملت باسورد خد البارامتر قلت له ايه في الممبر دوت لوجن بعت له يوزر نيم والباسورد هترجع لي الترو لو كان يوزر موجود هترجع لي الفوز لو كان يوزر مش موجود لو كان موجود هطلع له كلمة لوجن ده إلس هتطلع لي كلمة يوزر او الباسورد ايه؟ انكوريكت خلاص اطلع المسج دي المفروض فين هنا صح احدد مكان اطلع فيه مكان الرساله هاجي هنا كده كان في حته اسمها فورجيت مش عارف ايه انا اروح للمكان اهي ادي الزرار الاولاني التكست بتاع اللي بتاع ده بتاع اليوزر تكست وده بتاع الباسورد تكست وده زرار السبميت صح ده زرار السبميت وادي لينك اسمها ايه؟
فورجيت باسورد، اعمل لها بريك يعني انزل تحتها بسطر واطبع لي هنا مين؟ الرساله متغير للمسج صح ولا لا؟ يبقى تحت اللينك اللي اسمها ايه فورجيت باسورد هطبع الرساله ايا كانت، كليك يمين وعملت رن قال لي في قوس ناقص، قال لي دي ما نفعتش. ايه دي؟ دي كنا بنجرب حاجه متهيألي دي. اه دي لما كنا بنجرب سيبكم منها. دي كان مكتوب مكانها كلمة ويلكم صح؟ دي اللي كنا بنجرب فيها دي مالناش دعوة بيها. عايز ارجع نوت لمين؟ للديفولت جي اس بي، كليك يمين واعمل رن. قال لي ما ينفعش تبعتها كده على طول. طب لو قلت له نيو سترينج على طول كده ينفع؟ نجرب. في 11 تقلب الثانيه بقى. قلت له دي برضو نيو سترينج. كتبت كلمه نيو سترينج يعني دي عباره عن سترينج جديد، دي قيمه. ودي عباره عن سترنج جديد برضو مصفوفه، ودي ايه؟ ودي قيمها. كليك يمين واقول رن لما نشوف. كليك يمين وقلنا رن. رن عادي. ايه؟ اكس اكس. اه عشان اول مره اشتغل لوحده. فدخل بوزر نيم وباسورد فاضي، يبقى اكيد كان في الداتابيس حد فاضي. ماشي اكس اكس دوست لوجن. لا هو بيجيب لوجن على طول، يبقى في مشكله. احنا عاملينها بصفر اساسا. احنا كنا عاملين المتغير ايه صفر، بس فين هو اصلا؟ ثواني بس. ما عملناش اف يعني هنا يعني؟ اف ان الريكوست نمبر حاجة مكتوبة لا تساوي ايه؟ لا تساوي صفر، يعني مش أول مرة. هيبدأ ينفذ كل الأكواد دي صح؟ وفي الآخر بقول له إيه؟ ريكوست نمبر بلس بلس. معايا كده؟ صفر واحد دي مش لوب يا أستاذة، دي إف، مفيش لوب خالص. بس الحيش بقى. خلاص عملت رن. ما طلعش حاجه اول مره. اكس اكس باسورد اكس اكس ودوس على ساين ان لوجن. يبقى في عندنا مشكله في الجمله. مش مشكله، كان في عندنا مشكله في الجمله. طب لو كتبنا اسم حد موجود ام سعد، ام سعد والباسورد كان ايه؟ ام سعد، ام سعد واي بي سي ولوجن هو شغال. ماشي نشوف مشكلتنا ايه. هفتح الداتابيس كده. مفيش ولا يوزر نيم وباسورد فاضي ابدا صح؟ حلو، يبقى في عندنا مشكلة احنا في الجملة بتاعتنا. جملة انا وجملة في الجي دي بي سي بتاعتنا بتاعت دي. احنا بنريترن على طول الستمنت دوت اكزكيوت كويري صح؟ طب لو عملت ريزرت ست الأول، عرفت ريزرت ست وسميته اس، قلت بيساوي الكلام ده. خلاص؟ او مش كانوا توبيت اقولها لكم، قلت له هنستفاد ايه؟ الاخ ده خلاص. هيفتكر دلوقتي محمد. فاكرين لما جبنا الداتابيز وجبنا الفيرجن بتاع الداتابيز والمعلومات تحول البيانات، فاكرين الميتا داتا ولا مش فاكرين الميتا داتا؟ لو قلت لكم ميتا داتا دي معلومات عن الحاجه، مش الحاجة مش البيانات اللي انت عايزها، لا معلومات عنها. امثال ايه؟
امثال ايه؟ امثال امثال دلوقتي برضو دلوقتي انا الريزلت ست شايله البيانات اللي انا عايزها، لكن لو انا عايز اعرف عدد السجلات دي مش بيانات، دي بيانات عن البيانات اللي انا عايزها، صح؟ لو عايز اعرف الحقول فاضيه، الحقول مش عارف الحقل دوت نوعه سترينج ولا نوعه انت ولا ده برايمري كي ولا نال ولا مش نال، برايمري كي ولا مش برايمري كي، فورين كي ولا مش فورين كي، كل دي معلومات عن البيانات اللي انا ايه عايز. فلو قلت له اس ده الريزلت سيت بتاعتي دوت جيت جيت ريزلت سيت او جيت ميتا داتا، قال لي جيت ميتا داتا دي يعني هات لي معلومات عنك، هرجع لك ريزلت سيت ميتا داتا، هرجع لك ريزلت سيت ميتا ايه ميتا داتا. ماشي، انا مش هتكلم على دي دلوقتي، لكن انا حبيت اوريكم بس ازاي انا هرجع ليها واقدر اوصل عن معلومات عن البيانات بتاعتي. المفترض حتى لغايه اخر ما كنا عاملين كده، كنا عاملين ريتيرن لمين؟ الستيتمنت دوت اكسكيوت كويري على طول. الستيتمنت دوت اكسكيوت كويري دي هتروح لمين؟ هنا هتبقى دبليو دوت سيلكت، هترجع لي اكس ايه، هترجع لي الريزلت سيت دوت. هاجي هنا عند ريزلت سيت عايز اعرف عدد السجلات، هقول له اس دوت جيت جيت ميتا ايه ميتا داتا، هترجع لي حاجه اسمها ريزلت سيت ميتا داتا، هترجع لي كلاس اسمه كده. يبقى المفروض انا دي احطها جوه كلاس اسمه ريزلت سيت ميتا ايه ميتا داتا، ريزلت سيت ميتا داتا وسميتها ميتا. اصبح دلوقتي عرفت كلاس اسمه ريزلت سيت ميتا ايه ميتا داتا، شايل ايه كلمه ميتا سيت اس دوت جيت ميتا داتا، صح؟ طبعا بيقول لي انا ممكن اعمل اس كيو اكسبشن، خلي بالك. قلت له ماشي مش مشكله، لكن ميتا دي دلوقتي محتويه عن معلومات عن الجدول اللي احنا رجعناه في جمله سيلكت. تعال نجرب امثال ايه. لو قلت ميتا دوت، تعال نتفرج بس، كولوم كلاس نيم، جيت كولوم كاونت عدد الحقول كده، كولوم كاونت عدد الحقول، خلاص مش عدد الصفوف، يا ريت نفرق بس. جيت كولوم ديسبلاي سايز عدد الحروف حجمها قد ايه، جيت كولوم ليبل، ساعات بيبقى في عندنا حاجه اسمها اسم الحقل وليبل للحقل، ساعات تحب ناس تكتب الاسم الحقل بالانجليزي والليبل بتاعه يبقى بالعربي، مش مشكلتنا دي. جيت كولوم نيم، هم قايل له اديله رقم الكولوم، يقول له الكولوم رقم واحد فيقول لي اسمه اسمه ايه، اقول له الكولوم رقم اثنين فيقول لي اسمه ايه، هتقول لي برضه انا استفاد منها ايه، خلاص. جيت كولوم تايب نوعه ايه، نوعه انتجر، نوعه براي، نوعه ايه، نوعه ايه كديتا تايب يعني. جيت كولوم تايب نيم ده الاسم، لكن ده جيت كولوم تايب يديك رقم الترتيب بتاعه يعني. بريسيجن الدقه بتاعته كام علامه عشريه، سكيل كام علامه صحيحه وكام علامه عشريه، السكيل والبريسيجن على طول بيعملوا العلامات الصحيحه والعلامات العشريه. سكيما نيم في انه سكيما، التيبل نيم اسم الجدول بتاعه ايه، الى بقى الى اخره. اذن ليبل وتديه رقم واحد مثلا، فيقول لك الحقل الاولاني ينفع يكون نل ولا لا، يرجع لك ترو او ايه او رقم صفر او واحد. از ريد اونلي ينفع تغيره ولا ما ينفعش تغيره، يرجع لك ترو او فولس، ينفع تغيره او ينفع ما تغيروش. از سيرشيبل هل ينفع يتعمل عليه بحث ولا ما ينفعش تعمل عليه بحث. از رايت تيبل ينفع غير القيم بتاعته ولا ما ينفعش غير القيم بتاعته. امال فين احنا عايزينها؟ كولوم كاونت فين؟ لا مش موجودة؟ فين مش شايف؟ عايزين كولوم كاونت، عايزين رو كاونت او كاونت كولوم او اي حاجة. لغايه ما احاول اتذكر الطريقه الثانيه. احنا في عندنا حاجه احنا خدناها غير بتاع غير طريقه الميتا ديتا، انا هسيبها لكم برضو عشان تعرفوا تستفادوا منها. ان ميتا دوت ميتا دوت ممكن اطلع الكولوم نيم والكولوم تايب ومعلومات ثانيه، لكن دلوقتي انا مش جايه في دماغي الثانيه بتاع دي، بس انا كان في عندي حاجه اسمها دوت نيكست، صح فاكرينها؟ كانت بتعمل ايه نيكست؟ بتنزلك على اول سجل وترجع لك ترو لو كان فاضي، وترجع فلوس لو كان مليان. فاكرين القصه دي ولا مش فاكرين؟ ما احنا لازم نتصرف، ما وقفش عقلنا. فاكرين نيكست ولا مش فاكرينها؟ لما كنا بننزل الصف وقلت نيكست بتعمل حاجتين، تنزل على اول سجل وترجع تقول له كان مليان، وترجع فرصه لو كان ايه فاضي، صح؟ لا فانا ممكن استغلها، ممكن اقول له اف ان الاس دوت ايه دوت نيكست، هترجع تقول له كان مليان وترجع فرصه لو كان فاضي.
فاضي. لو كان مليان دوت نيكست، لو رجعت ترو يبقى انا ريتيرن ترو، لو رجعت فولس يبقى انا ترن ايه؟ فولس. فواحد يجي يقول لي انا ممكن اختصرها بس مش وقته، اس دوت، طبعا هو مديني ايرور هنا ليه؟ حد يقول كده؟ عشان لا عشان ال اس كيو ال اكسبشن، عشان ممكن تطلع اس كيو ال اكسبشن، ممكن تطلع خطا، عشان ممكن تطلع ايه؟ اس كيو ال اكسبشن، يعني لازم اعمل تراي كاتش يعني. هم عاملين ريز ليها خطا، ممكن يكون الجدول فيه مشكله انت ما عملتش اصلا، ممكن اكون لسه ما اديتوش جمله السيلكت وبقول له نيكست فطلع ايرور. صح؟ حل اهو ده اللي جه في دماغي دلوقتي. خلاص كاتش اس كيو ال ايه اكسبشن. ريتيرن ساعتها هترن برضو ايه؟ هترن فولس، لو في اي خطا هترن ايه؟ فولس. اس دوت نيكست دي بترجع لي ترو لو كان السجل مليان، وترجع لي فولس لو كان السجل ايه؟ فار. طب ما انا ممكن كنت اختصر الحته دي، مين يقول لي الحته دي كنت ممكن اختصرها؟ مين يقول لي اختصرها ازاي؟ ياخد جنيه. فولس لو كانت الصف فاضي، صح؟ كلمه نيكست دي بتتنقل على اول سجل وترجع لي ترو لو كان مليان، وترجع لي فولس لو كان فاضي، ولا ايه يا محمد؟ توه انت توه. طب ما انا ممكن اقول ريتيرن على طول وهي بترجع ترو او بترجع ايه؟ او بترجع فولس، صح؟ صح؟ اما اقول له ايه؟ اما اقول له نكست على طول هو اللي ما وصلتش دي. ما هي كده، دي كده كده فانكشن بترجع ترو بترجع فولس، نقول له ريتيرن وخلاص. هرجعها يا ترو يا فولس. هي دي بقى فكرة اللي فاهم بس تيجي معاه اختصارات جميلة جدا. طيب طب هنيجي نشوف بس قبل ما نبدأ نسرح كده، نشوف دي كده هتشتغل معانا صح ولا لا، ولا احنا برضو كده عدلناها وبرضو لسه الشغل بتاعنا مش شغال سليم. كليك كمان قلت له رن اكس اكس واكس اكس ساين ان، قال لي يوزر او الباسورد ايه؟ انكوركت. احمد ايه؟ مش احمد، ام سعد. ام سعد و اي بي سي وساين ان لوجن، صح؟ مؤقتا لسه ما لعبناش. المفترض يحصل ايه لما يحصل بقى لوجن دي بقى؟ دي تختفي، دي تختفي ويظهر مكانه ويلكم فلاني وساين اوت وانسبسكرايب وايد بروفايل. هو الناس اللي اوقف الاول ولا نكملها؟ نكملها. نقدر نعملها بجمله اف بسيطه جدا، بسيطه جدا يعني. ها هتحلها ماشي، ارجع نشوف الحاجه اللي عايز يقولها. ممكن بدل ما اول صفحه تكتب بالتالي ولا نعمل لوجن، عايزين هل في حاجه معانا مثلا بنقدر نمسك حاجه ممكن تمسح ايه؟ يعني تحمل الجزء بتاع الكلاينت اللوجن ده، ممكن مثلا نمسحه من جوه بعد ما نعمل صفحه في المسج. وده اللي هنعمله. هعمل انا ايه دلوقتي؟ المسج لو كان فيها كلمه لوجن نبص بص. ثواني عليا ثواني عليا، ده اسمها ايه دي؟ شايف الاطار اللي من فوق ده؟ اللي هي الفورم دي فين هي؟ اهي في اسمها فورم 1. دايس عليها هنا وفتح السورس كود وانزل تحت الاقي السورس كود معلم عليها، صح؟ ايوه هي دي. ارجع من فورم سلاش ايه؟ من فورم سلاش فورم، انت جاي هنا كده وتلاقي في الهالي كده. قال لي حلو، قلت له وسع، قلت له وسع كده خالص، صح كده؟ ثواني عليا يا ولد. طب والدفايه دي؟ في حاجه ثانيه فيها؟ لا الدفايه دي فاصله على فكره، والدفايه ذات نفسيها. طب حلو قوي، احنا يعني كده الدفايه دي اسهل لنا. الدفايه اسمها كونتنت، صح؟ محطوط جواها مين؟ الفورم اللي هي بتاعت اللوجن اللي احنا عايزين نخفيها لما الراجل يبقى دخل فعلا، صح؟ وانا ممكن اعمل ايه؟ اقوم جاي هنا بكل بساطه، اقوم جاي عامل علامات في المية كده واقفلها هنا،
كده بقى متاح لي ان انا اكتب كود ايه؟ برمجه جي اس بي. واقول له اف ان متغير المسج ده لو كان بيساوي صح؟ لو كان لا يساوي الاول لا يساوي لوجن يبقى في الحاله دي ينفذ الكود من اول هنا خد بالك معايا لغايه فين؟ لغايه هنا محتاج تركيز؟